أثارت الممثلة المغربية أحلام الزعيمي الجدل مجددا بعد مشاركتها صورا حديثة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وظهرت الزعيمي في الصور وهي وسط مسبح وترتدي ثوبا مثيرا كشف عن بعض أجزاء جسمها. وعلى الرغم من أن الصور تلقت إعجابا وتفاعلا إيجابيا من قبل متابعيها على الموقع، فإنها لم تخلو من الانتقادات اللاذعة، حيث أثارت الصور جدلا واسعا بين الجمهور.